سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. البنات اليوم جبت لكم هذه الوصفه الرائعه اللي هي شبح السفره. مقادير مضبوطه وسهله، يعني طريقه بسيطه. تبعوا بك المقادير وتبعوا الطريقه يعني باش ما يتفتح لكمش في المقله. انا هنايا استعملت 3 كيلات تاع دقيق اللوز، يعني نحكم اللوز تاعي هكذاك خضر نرحيه، لازم يولي بودره، فهمتوا البنات؟ زدت له كيلة تاع سكر ناعم، نحيت منها 2 صباعتين، يعني في الكيلة نحو دايما 2 صباعتين. هذا ما كان البنات، وتلموا بايا بصفر البيض، عفوا صفر البيض. انا هنايا سحقيت 5، ودوك نتوما على حسابكم شحال درتوا الكيلة. الا كانت صغيرة راح تحقوا 2 صفار بيض. هذا ما كان، انا هنا درت بزاف كما راكم تشوفوا، باسكو كانت عندنا يعني عرضه في الدار، سي بوغ سا كثرنا، والباقي خبيناه لرمضان ان شاء الله. شوفوا البنات هذه هي هكذا، من بعد طبعوه تفتحوه العجينه وتطبعوه هكا، خيروا طابع يكون صغير بزاف باش يجيكم شباب في الطاجين. هذه هي البنات، ومن بعد غمسوه في بياض البيض اللي نحيناه من هذاك الصابر تاع العجين هكذا كما راكم تشوفوا، وتقلوه. سهله مهله البنات، هذه هي، ويجي طري البنات. باك تقولوا زعما يجي يابس ولا، راح يجي يتفتت يتفتت يدوب في الفوم. سوتو باسكو علاش نقصنا السكر في العجين؟ باسكو راح نرموه في هذيك لاصوص تاع الطاجين، يعني راح نقصوا شي حلاوه مهما يكون، يعني نخمو في الكبار تاعنا اللي يكونوا مراد وكامل. هذه هي وصفة تاع اليوم، نتمنى انها عجبتكم البنات. شوفوا كيفاش يشبح الطابله، يعني هذه هي وصفة تاع اليوم، ونتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وكتبوا لي في التعليقات البنات. هذه هي، الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات لاحقه. نقول لكم صحه رمضانكم البنات، الى اللقاء.